تدريبات ميدانية وأخرى دراسية هنا في ساحة معهد الحرس البلدي في مدينة شحات، حيث تتواصل الدورة التدريبية على مستوى ليبيا لتأهيل ضباط الصف وترفيعهم إلى ضباط. انطلقت هذه الدورة يوم 24/8/2019، مدة هذه الدورة 54 يوم بما فيها الاستعداد للتخرج. هذه الدورة طبعا من تأهيل ضباط صف إلى ضباط حسب المؤهلات العليا المتواجدة لدى كل طالب. مدة الدورة 54 يوما لإعادة تأهيل ضباط صف الحرس البلدي، كل متدرب حسب مؤهلاته التعليمية. هذه الدورة طبعا على مستوى ليبيا من الغرب والجنوب والشرق وكافة مناطق ليبيا، يعني ما فيش حد مثلا جهة معينة مستهدفة بهذه الدورة. من الدروس التعليمية التي يتلقاها المتدرب مواد القانون والإجراءات الجنائية، وتختتم الدورة بإجراء امتحانات الاجتياز ومن ثم الإجازة والترخي.